بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ السالفري جلاند. احنا السالفري جلاند اكو ثلاث انواع مثل ما نشوف بهذا الاوفر فيو. عندنا البارودد وعندنا السبلينجوال والسبمانديبولا. لو ناخذ جزء مكبر من اي واحدة منهم طبعا بشكل عام يعني على مود التوضيح راح نشوف هسه شنو الفرق بيناتهم. هذا عندي اكو اسيناي، هاي التراكيب اللي هي تشبه السك لايك وتحاط بالمايو ابيثيليال سيل. لاحظ هاي، هذه كمنظر عام. بعدين اخذ بيها مقطع فاشوف النوع السيرس، الخلايا مالته تكون بشكل بيراميدال مثل ما تشوف النواة تكون قريبة عن المركز بالجزء القاعدي القريب عن المركز الخليل. وعندي هنا جرانيولز، اكو زايموجين جرانيولز بالجزء الابر، وعادة تظهر ايضا المايوبيثيل النواة مع المايوبيثيل. الميوكاس راح اشوف الخلايا بيراميدال، لاحظوا وياي، والانويه تكون فلاتند لان اكو مخاط هنا. صحيح هنا اكو جرانيولز بس يعني ديسبليست، خلينا نقول تزيح النواه شوي. هنا المخاط راح يزيح لنا لانه يملا لنا كل الخليه، فعاده يزيح لنا النواه او بريس يضغط عليها باتجاه الجزء القاعدي فتكون فلاتند ويكون بيض بالانكلر. واكو مايوبيثيليال سيل مثل ما تشوف. اكو عندي نوع ثالث اسميه سيروس دمنيوم او سيروميوكاس، اقول عليها الاسينوس اقول عليها ميكست اسينوس لانه بها النوعين اللي هي الميوكاس، واكو غطاء كب يكون بالبيريفيري هنا من يتكون من سيروس سيل مثل ما تشوف، يعني واحد الى اكثر. هاي حوالي 6 انا طالعه فاسميه سيرس ديميلون. ديميلون اللي هو هليل، يعني اللي هو سمول مون، سمول مون قمر صغير فنسميه هليل، ماشي بشكل هلال صغير يعني. ايضا اكو مايو ابيثيليال سيل. طبعا هذا السكرتاري يونت، هذه هي السكرتاري يونت. هنا يبدي عندي جزء البنفسجي، هذا يبدي عندي الدكت يونت اللي هو اول جزء بها الانتركليتد دكت. هذا مقطع بها الانتركليتد، هي الانيشال اول جزء من الدكت او الاكسكريتوري دكت اللي راح اشوفه اما سمبو سكويموس البطانه مالته او كيوبويدال مثل ما تشوف هنا. واكو ايضا انتركلات الدكت تكون بها مايو ابيثيليال سيل تحيط بها مثل ما نشوف. الانتركلات الدكت ادينا الى قناة اخرى اسميها ستريت الدكت. ستريت تسموها ليش؟ لانه بالجزء القاعدي اكو راح تظهر حافة مخططة او القناة المخططة او حافة هنا مخططة راح تظهر بسبب الانفولدينج او الاندرديتيشن الموجود على مود الامتصاص السلايفا. الستريت دكت راح تؤدي لنا ل يعني هي ضمن الانترالوبيولر، هي ايضا انترالوبيولر داخل هسه راح نشوف داخل الفصيص اللي القناه راح تكون هنا. طبعا راح يكون عمودي، الخلايا تكون عموديه هنا، ممكن تكون من توصل الانترلوبيولر قريب الانترلوبيولر، هاي انترالوبيولر بعدين تعطيني انترلوبيولر تعطيني طبقتين الى اخره. عندنا الميجر سالفيك جلاند، قلنا هاي ثلاثة. طبعا اكو ماينر مثل ما تعرفون، اكو يعني الليبيال جلاند اللي اخذناها بالليب، الفون ابنار بالتانج الى اخره، اللي بالتشيك اكو غدد الى اخره. ذيش كلها نسميها ماينر سالفيك جلاند. فعندنا الباروتيد والسبمانديبولار او السبماكسيلاري، وعندنا السبلينجوال.
مواقعها. طبعا هنا ما نريد ناخذ وقت بمواقعها على مود الوقت الفيديو، واعداد هاي تكون بيرد، ايضا هاي تكون بيرد، وهذه تكون عادة تجمعات عديدة اللي هي السبلينجوال. هسه راح نشوف انه بالتركيب اكو كابسول واكو سبتات امتد تقسم لنا الى لوبس ولوبيولز، واكو سكرتاري يونت مثل ما شفنا قبل شوي، ودكت الى اخره. الخلايا ايضا شرحناها اللي هي راح نشوف هسه، زين ما يبثي لها حكينا عنها، والقنوات ايضا راح اوضحها لكم بالرسم على مود الوقت حتى ماكو داعي نعيد بالتكرار. راح نلاحظ دولة ثلاثتهم هسه ونوضح الاشياء اللي بالتكست. لحظه، يا هاي البارتيت بارتيت لا، هي طبعا الكابسل مظاهر عندنا بالرسم لانه هو المقطع تعرفون جزء من الغده ناخذ، فالكابسل مظاهره اللي ظاهر عندنا هو السبتا او الكونكتيف تيشو اللي موجود اللي يمتد من الكابسل ويقسم لنا الجلاند تو لوبيول مثل ما تشوف نيومرس لوبيول مثل ما تشوفون، فهذا هو لوبيول، هذا لوبيول الى اخره، هذا لوبيول الى اخره. اذا هذا اسميه انتر لوبيولر كونكتيف تيشو سبتا، حاجز بين الفصيصات. داخل كل لوبيول راح اشوف الوحدات الافرازيه اللي هي عاده بالباراتيد تكون بيورلي الاسينس، تكون بيورلي الاسيناي، تكون سيرس. ما راح اشوف اي نوع من الاسيناي، بس سيرس مثل ما نشوف هذه هي تكون دارك انستينيك، هذه هي السيرس اسيناي. راح نكبرها هنا، شوف هذا السمول بوكس بالاسفل، شوف هذا اللومن صغير، الخلايا تكون بيراميدال، حبيبات هنا اكو جرانيول زي ما جيني جرانيولز، النواه تشوف قريبه يعني قريبه عن المركز يعني بالجزء القاعدي من النصف القاعدي، وتكون النواه سفيريكال كرويه او راوندد. كبرناها هنا، وعاده المايو ابيثيليال سيل، لاحظ النواه هاي الانويه مال المايو ابيثيليال اللي تقع بين البيزل السيل ممبرين مال الخليه والبيزمنت ممبرين اللي يحيطنا بالاسس او بالخليه. عندي هنا التراكيب اللي اشوفها هاي مو ميوكس، هاي اشوف قنوات، اصغر قناه راح اشوفها هي الانتركليتد دكت، لاحظوا يعني انتركليتد دكت اصغر قناه، اصغر شيء هي الانتركليتد اللي شفناها بالاوفر فيو اللي تكون مكعب، الخلايا تكون مكعبه. زين طبعا بصعوبه اشوف هنا حتى بالمايوبيثيليال سيل، بس بالاكبر الرسم اشوف المايوبيثيليال سيل تحت فيها. بعدين عندي الستريتد دكت اللي هي اكبر دكت. هنا طبعا اكو عندي مصطلح هو ممكن بعض الكتب ممكن نقول الستريتد هي انترا لوبيولر دكت، فبعض المؤلفات او بعض الكتب تقول انترا لوبيولر، يعني ستريتد ممكن تعطينا بعد قنوات اكبر اللي هي انترا لوبيولر، لاحظوا وياي اللي هي هاي الستريتد ايضا انترا لوبيولر، بس كون بها الستريشن فاقول عليها اسميها اميسة عن بقيه هذه انترا لوبيولر اكبر منها. زين لاحظوا وياي طبعا بالكتاب الاصلي هو اكو خطا ترى صححته. زين بالكتاب الاصلي لو ترجعون للكتاب تقولون مكتوب انتر لوبيولر، هو غلط، انترا لوبيولر هاي انتر لوبيولر بين الفصيصات، واضح شلون؟ اللي يكون هنا يكون عمودي
الخلايا هنا أيضا بالسات العمودي هنا راح يكون تقريبا طبقي فراثات كيوبويدا إلى آخره. هذا هو، هذه أيضا قناة الانترلوبولر بين الفصيصات. هنا راح أشوف هاي ستريتد، لاحظ كبرها مكبرها، شوف هذا الحافة المخططة بالجزء القاعدي، وهذه الانتر لوبيلر هذه اللي هي هاي. شوف طبقتين من الخلايا ستراتيفايد كيوبويد. اذا هاي الباروتيد شنو اللي يميزها؟ يميزها انه الاسيناي تكون بيورلي سيروس، زين ماكو اي نوع من الاخر، ستات الدكت بها واضحه الى اخره، بعض المميزات الاخرى. هذا عندي سب ماندبيلر او سب ماكسيلر، هذه نفس الشيء بس شنو هذا شويه قوه التكبير اعلى. هنا مو في سلايدر ذني، هذا رسم يعني من هنقول بالكاميرا رسمي، رسم لسلايد. فراح اشوف باللوبيول نفس الطريقه، اشوف الوحدات الافرازيه هاي، بس هنا شنو ايش عندي؟ عندي السيرس هواي، السيرس تكون اكثر مثل ما نشوف هذه سيرس اكثر، والميوكس تكون اقل مثل ما نشوف هاي السيرس كبرناها، وهاي الميوكس لاحظ التجويف مالتها اكبر، النواة هنا مسطحة. عادة السيتوبلازم يكون بيض لان الميوكس اللي موجود بها راح يذوب ديزولف ان كيميكال، المواد الكيميائية والتمبريتشر الحرارة، يكون أبيض مكانه فارغ. وهذه عندي الانتركاليتد دكت، وهذه عندي السكريتد دكت اللي تشبهها موجودة. هنا عندي طبعا لاحظ الميوكس أسيناي بمقطع كلش حلو يأدينا الانتركاليتد دكت، والانتركاليتد دكت يأدينا السكريتد دكت. لاحظوا يعني يبدي هنا التخطيط بالجزء القاعدي. لا شوف شو طبعا اكو هنا ايضا بالكونكتيف تيشو اكو انتر لوبيولر، خلينا نقول سكرتاري داكت اللي هي هذه اللي نفس الشيء مثل الباروتيد. هذه عندي بالنسبه لي السب ماندبيلر او السب ماكسيلر. عندنا السبلينجوال، السبلينجوال اخر خد اللي راح اشوفه نفس الطريقه، اللوبيول اكو كونكتيف تيشو طبعا سبتا اوف كونكتيف تيشو اكستند فروم ذا كابسول اند ديفايد ذا جلاند تو نيومرس لوبيول مثل ما نشوف. هاي لوبيول قوة التكبير هنا شوي أكبر من الباروتيد، وذيك لذلك تظهر هذا. فاللوبيول هي هاي. إيش راح أشوف هنا؟ راح أشوف الميوكس هواي والسيرس قليل. زين؟ أحيانا بعض المقاطع تكون أبسنت، حتى السيرس تكون أبسنت بعض الأجزاء من الغدة. فراح أشوف ميوكس وياي ميوكاس أسيناي وسيرس قليلة، وراح أشوف إضافة إلى هذا سيرس داملون. السيرس داملون اللي هو شنو بالسب ماندبيلر ممكن أشوفه، طبعا إحنا ممكن أشوفه بس بعدات قليلة، بس هنا راح أشوفه بعدات كبيرة. لاحظوا وياي ميوكاس، هذا هو الكب، هذا الداملون السمول مون. زين طبعا اكو ملاحظه انه شلون ينتقل السكريشن مالته، لان هو هذا هسه واضح بالنسبه للميوكس، اكو هاي عن طريق اللومن يروح للدكت يبدي ويا الانتركريتد ويروح. زين هذا شلون بشكل غطاء، فاكو تايني كانالوكيولاي
يعني قنيات دقيقة جدا، راح تروح بين الميوكس سيل وتروح لللومن وهناك يمشي السكريشن. واضح شلون؟ إذا من أكبر هنا أشوف الميوكس اللي تشبه بالسبمانديبولا والمايو إبيثيليا تحيط بها، وعندي هاي الميوكس والديميلون، لاحظ هذا الديميلون الهليل، وهذه عندي الانتركليتد داكت، وهذه الانترلوبيلر اكسكريتوري داكت اللي تكون تقريبا طبقتين من ستراتيفايد كيوبويدال او كولومينر. اذا صار واضح بالنسبه لهذا الغدد. نكون كملنا درسنا لهذا الاسبوع، وان شاء الله الاسبوع القادم نبدي بالازوفيكاس والاستومك. شكرا لكم.